حبيت الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجلة الأمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة في عددها رقم 42، المجلد العدد الأول في يناير إلى فبراير عام 2021، كتبت تقرير عن خلاصة البابونج، معروف البابونج، خلاصة البابونج تنقيط بالأنف بفتحتي الأنف لعلاج الجيوب الأنفية. وذكرت في التقرير الطبي هذا أن علاج مفيد لعلاج الجيوب الأنفية، فقط البابونج نسوي مثل الشاي، نصفيه وتنقيط بالأنف مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، هذا زين حق التهابات الجيوب الأنفية. هذا التقرير مثل ما قلت لكم، مجلة أمريكية لطب الأنف والأذن والحنجرة، مجلد 42 عدد 1 لعام 2021.